الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم أبنائي الطلبة معنا في درس جديد من دروسنا في مادة الفلسفة الحديثة والمعاصرة. نقدم لكم دروس هذه المادة من خلال مدرسة أورينت الافتراضية. نصل اليوم وإياكم أبنائي الطلبة إلى الدرس 45. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الدرس، أذكركم بما كنا قد تناولناه في درسنا السابق، حيث كنا قد ضمننا أسئلة الاختبار من الصفحة 11، 12، 13، و14. أما بالنسبة لدرسنا لهذا اليوم، فإن أسئلة الاختبار مضمنة من الصفحة 15، 16، 17، 18. طبعا أبنائي الطلبة، نبدأ بالزمرة الأولى. كلمة فات هي عبارة عن أجب بصح أو خطأ عن الأسئلة التالية. السؤال الأول: إنجلترا هي مهد الحركة التجريبية، صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة صح. السؤال الثاني: جامعتي أكسفورد وكامبرد الإنجليزيتين اعتمدتا في تدريسهما لعلم البصريات على كتاب المناظر لابن النفيس، صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة خطأ، لأن كتاب المناظر هو ليس لابن النفيس وإنما هو للحسن بن الهيثم. السؤال الثالث: تضمنت مقدمة كتاب المناظر عرض لخطوات المنهج الاستقرائي في مجال العلم الطبيعي، صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي ألف صح. السؤال الرابع: العلم التجريبي يمكننا من السيطرة على الطبيعة بواسطة الاستنتاج، طبعا الإجابة صح أم خطأ؟ الإجابة الصحيحة هي خطأ، حيث أن العلم التجريبي يمكننا من السيطرة على الطبيعة بواسطة الاستقراء وليس بواسطة الاستنتاج، فالإجابة خطأ. السؤال الخامس: فرانسيس بيكون ينسب إليه التعصب الأوروبي تأسيس وإبداع المنهج الاستقرائي، صح أم خطأ؟ الإجابة الصحيحة هي ألف صح. السؤال السادس: من الفلاسفة الذين عملوا على تطوير المنهج التجريبي وتطبيقه في مجال الطبيعة توماس هوبز، الإجابة الصحيحة هي ألف صح. السؤال السابع: يرى العقليون بأن العقل الإنساني سطح بيضاء، الإجابة صح أم خطأ؟ طبعا الإجابة الصحيحة هي خطأ، يرى التجريبيون وليس العقليون بأن العقل الإنساني يولد صفحة بيضاء. السؤال الثامن: يرى جون لوك بأن العقل الإنساني يولد صفحة بيضاء، الإجابة الصحيحة هي صح، وذلك باعتبار جون لوك من رواد المذهب التجريبي. السؤال التاسع: يرى التجريبيون بأن الإحساس هو المصدر الوحيد لجميع معارفنا، الإجابة صح أم خطأ؟ الإجابة الصحيحة هي صح. السؤال العاشر والأخير في هذه الزمرة: يرى التجريبيون بأن كل معارفنا مستمدة من العالم الخارجي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الإجابة الصحيحة هي صح. ننتقل الآن أبنائي الطلبة إلى الزمرة الثانية، وهي كالمعتاد اختر الإجابة الصحيحة من بين مجموع الإجابات. السؤال الأول: يرى التجريبيون بأن معرفتنا ظاهرية
وهي مقصورة على ما يبدو لنا من ألف العالم الحسي، باء عالم الظواهر، جيم كل ما سبق صحيح. الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح. فمعرفتنا ظاهرية وهي مقصورة على ما يبدو لنا من العالم الحسي الذي هو ذاته عالم الظواهر. إذن الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح. السؤال الثاني، معيار الحقيقة عند التجريبيين هو ألف المطابقة بين الفكر والواقع، باء المطابقة بين الواقع والفكر، جيم كل ما سبق خاطئ. طبعا الإجابة الصحيحة هي ألف معيار الحقيقة عند التجريبيين هي المطابقة بين الفكر والواقع، أي أن يتطابق ما في الأذهان مع ما في الأعيان. السؤال الثالث، من الفلاسفة الذين عملوا على تطوير المنهج التجريبي وتطبيقه في مجال الفلسفة؟ ألف جورج باركلي، باء جون لوك، جيم كل ما سبق صحيح. الإجابة الصحيحة هي كل ما سبق صحيح. جورج باركلي وكذلك جون لوك هما من الذين عملوا على تطوير المنهج التجريبي وتطبيقه في مجال الفلسفة. السؤال الرابع، اتخذ الأوروبيون أبا للتجريبية ومؤسسا لها، ألف فرانسيس بيكون، باء روجر بيكون، جيم ديفيد هيوم. طبعا الإجابة الصحيحة هي ألف فرانسيس بيكون. السؤال الخامس، من أشهر مؤلفات فرانسيس بيكون؟ ألف بحث في العقل الإنساني، باء رسالة في تقدم العلم، جيم كل ما سبق صحيح. طبعا الإجابة الصحيحة هي باء رسالة في تقدم العلم. إذن من أشهر مؤلفات فرانسيس بيكون باء رسالة في تقدم العلم. السؤال السادس، الكتاب الذي ألفه بيكون في المنهج الاستقرائي هو ألف الأرجنون الجديد، باء أطلانتس الجديدة، جيم كل ما سبق خاطئ. طبعا الإجابة الصحيحة هي ألف الكتاب الذي ألفه بيكون في المنهج الاستقرائي هو الأرجنون الجديد. فالإجابة الصحيحة هي ألف الأرجنون الجديد. السؤال السابع، حاول بيكون أن يحيي فلسفة مادية قريبة من مادية ألف ديموقريطس، باء سقراط، جيم أفلاطون. الإجابة الصحيحة هي ألف ديموقريطس. فبيكون حاول أن يحيي فلسفة مادية قريبة من مادية ديموقريطس. السؤال الثامن، يعتبر بيكون من المعارضين للاتجاهات التأملية، ألف الأفلاطونية، باء الأرسطية، جيم كل ما سبق صحيح. الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح. فبيكون من المعارضين للاتجاهات التأملية الأفلاطونية والأرسطية على السواء. فالإجابة الصحيحة جيم كل ما سبق صحيح. السؤال التاسع، عارض بيكون الاتجاهات التأملية لأنها ألف اتجاهات تجريدية، باء لا تسهل في اكتشاف حقائق جديدة، جيم كل ما سبق صحيح. الإجابة الصحيحة هي جيم كل ما سبق صحيح، أي أن الاتجاهات التأملية هي اتجاهات تجريبية وهي أيضا لا تساهم في اكتشاف حقائق جديدة. فالإجابة الصحيحة جيم كل ما سبق صحيح. السؤال العاشر والأخير في هذه الزمرة، الجانب الإيجابي من منهج بيكون
يتعلق ب ألف نظرية الأوهام العقلية، ب خطوات المنهج العلمي، ج كل ما سبق. صحيح. طبعا الإجابة الصحيحة هي ب خطوات المنهج العلمي. فالجانب الإيجابي من منهج بيكون يتعلق بخطوات المنهج العلمي، فالإجابة الصحيحة ب خطوات المنهج العلمي. ننتقل إلى الزمرة الأخيرة، وهي عبارة عن توصيل بين المجموعة الأولى وما يناسبها من المجموعة الثانية. واحد في المجموعة الأولى لم يهتم بيكون يقابلها، واحد يقابلها لم يهتم بيكون يقابلها باء ببناء فلسفة مذهبية شاملة. إذن واحد يقابلها باء لم يهتم بيكون ببناء فلسفة مذهبية شاملة. اثنان أهم ما أسهم به بيكون كان هو في حقل المنهج في حقل المنهج الاستقرائي. اثنان يقابلها ألف أهم ما أسهم به بيكون كان في حقل المنهج الاستقرائي. ثلاثة دعا بيكون لدراسة الطبيعة بالمنهج الاستقرائي التجريبي من أجل ثلاثة يقابلها دال. ثلاثة يقابلها دال، فدعا بيكون لدراسة المنهج لدراسة الطبيعة بالمنهج الاستقرائي التجريبي من أجل معرفة قوانينها وتسخيرها لصالح الإنسان. أربعة يرى بيكون أن العقل في بحثه عن الحقيقة يقع في أربعة يقابلها هاء. أربعة يقابلها هاء، العقل في بحثه عن الحقيقة يقع في أوهام تحول بينه وبين أن يقوم بوظيفته. خمسة وأخيرا الأخطاء التي يقع فيها العقل الإنساني في بحثه عن الحقيقة عند بيكون هي إما طبيعية أو مكتسبة عن طريق التربية. إذا خمسة يقابلها جيم، الأخطاء التي يقع فيها العقل الإنساني في بحثه عن الحقيقة عند بيكون هي إما طبيعية وإما مكتسبة عن طريق التربية. بهذا أبنائي الطلبة نصل وإياكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، إلى أن نلتقي في درس قادم إن شاء الله. تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح وكل الفائدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.